وللمزيد من النقاش والتحليل حول ما يحدث في الجبهة الشمالية من عسقلان ينضم إلينا رئيس فرع الشؤون الفلسطينية بالضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية السابقة السيد كوبي لافي. سيد كوبي، أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. ومؤشرات التصعيد الواسع القادم بين إسرائيل وحزب الله يبدو أنها تزيد ووتيرة العمليات تتصاعد أيضا، ولكن ما هي الحسابات الإسرائيلية وراء تكرار عمليات الاغتيال، وهذه المرة ليس لقيادي بحماس بل لقائد العمليات بوحدة النخبة بقوة الردوان التابعة لحزب الله؟ مساء الخير، أهلا بك. كما تعلمين هناك عدة خيارات لإسرائيل، عسكرية ودبلوماسية. حلفائنا يريدون الحلول السياسية مع المنظمة الإرهابية حزب الله، وإسرائيل تقول أن ليس هناك فعلا شريك لوصول إلى أي اتفاق أو مفاهيم وإلى آخره من ناحية دبلوماسية. وكل ما يتصاعد حزب الله هجماته باتجاه إسرائيل فسوف يكون الرد الإسرائيلي أقوى. يعني إسرائيل تعلن رسميا بشكل عام يعني في الأيام الأخيرة أن هي لا تخاف ولا تخشى من اتساع حلبة الحرب كبل الشمال، ولكن يقول نتنياهو وتقول حكومة إسرائيل وكمان القادة العسكريين إذا سألتهم ماذا يقولون يجب عليكم أن تذكرون ماذا حصل في قطاع غزة وماذا سوف يتم في الشمال في الحدود الشمالية إذا استمرت حزب الله بالهجمات ضد إسرائيل. ولكن لبنان بتصريحات ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال مستعد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ما يعني الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. ما مدى أولوية النقاش السياسي الآن حقيقة بالنسبة لإسرائيل توازيا مع عملياتها العسكرية؟ إذا الميقاتي بده يدخل مطعم لازم يأخذ إذن من حزب الله. يعني حزب الله أيضا قال ذلك، يعني في خطاب أخير لحسن نصر الله قال مستعدون للقرار 1701 ولكن بانسحاب من الأراضي اللبنانية. ما يعني إن كانت هذه هي طلبات إسرائيلية الآن يتم التعامل معها بتصريحات في لبنان، لماذا لا تتلقف إسرائيل هذه الرسائل وتصر على المضي باستراتيجية الاغتيالات في عمق الأراضي اللبنانية؟ أولا هناك وسيلة واحدة وهناك وسائل أخرى. يعني إذا لا سمح الله اضطرت إسرائيل أن تتسع بحربها فهناك سوف تكون مفاجآت جديدة وأساليب أخرى. ولكن عندما يقول حزب الله أنا مستعد أريد أن أسأل، فلماذا لم تنفذ القرار هذا من 2006؟ يعني كان المفروض أن القوات حزب الله لن تكون في الحدود الشمالية إلا بعد شمال نهر الليطاني. طيب ماذا حصل في هذه السنوات وقدمت إلى الحدود معنا؟ يعني بدك أعطيك هدية على اختراق الاتفاق من قبل قواتك؟ الخرق يعني لم يكن فقط من الجانب اللبناني، لم يكن فقط من حزب الله، الخروق متبادلة منذ العام 2006 بالأساس. هذا القرار لم يجد نصيبا من التنفيذ أو الالتزام من الطرفين سيد لافي، ليس فقط من الطرف اللبناني. إذا رأينا ماذا هو الاتفاق وتعلمنا تكرارا ما هي كانت الشروطات لإنهاء الحرب في 2006، كان هناك واضح أن قوات حزب الله لن تكون في الحدود الشمالية إلا شمال الليطاني. وعندما رأينا أن هناك تواجد كبير ومكثف لحزب الله، وكما قلت في البداية ليس هناك مع الأسف الشديد أي احتمال أن الجيش اللبناني يمنع من أي عنصر من عناصر حزب الله أن يتقدم أو ينفذ عمليات تخريبية ضد إسرائيل، ليس من عدم الإرادة بل من عدم القدرة. يعني ليس هناك للجيش اللبناني أي قدرة عسكرية بيقدر يواجه حزب الله، بغض النظر أن حزب الله خرب لبنان من أولها لتاليها مع الأسف الشديد. يعلمون ذلك اللبنانيين، يعلمون ذلك العالم بأكمله، ولكن نحن نريد أن نتكلم بلهجة دبلوماسية ونقول أن هناك خلافات. يا أختي الكريمة، إذا كانت الخلافات بين إسرائيل ولبنان
لكانت هذه الخلافات كلها تنحل خلال تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة على أقصى حد، ولكن الهجمات والشروط التي يحطها حزب الله طبعا بتوصيات من إيران من النظام الإيراني، هذه الشروطات لن تقبلها إسرائيل، وإسرائيل تريد السلام ولكن تعلن رسميا أنا أريد السلام ولكن لا أخاف من حرب أو اتساع حلبة الحرب للشمال إذا فرضت علينا الحرب. وبفضل الله اليوم نرى يوميا يوم بعد يوم التصعيد التي يطرأ من قبل عناصر حزب الله والعناصر الإيرانية، كمان في سوريا يريدون إرسال ذخيرة ومساعدات عسكرية لحزب الله، وهذا يشير أن هناك قرار حزب الله لتوسيع الحلبة وتوسيع الحرب. ولو أن القراءات الآن تتقاطع مع ما تقول سيد كوبيلافي أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يدفع حزب الله إلى فتح هذه الجبهة، يحاول جر حزب الله إلى فتح الجبهة الشمالية وإغلاق بالتالي ما يتعلق بحدوده الشمالية وأمن المستوطنات فيها. على كل هذا نقاش يحتاج للمزيد من الوقت. شكرا جزيلا من عسقلان، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية بالضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا السيد كوبيلافي.